تعالى وبركاته. خطوة هامة يجب القيام بها لتجنب حدوث الكساح لدى فراخ الباجي أو الكوكتيل أو أي كان من الطيور المعاكيف. طبعا يجب أولا أن تضع الأفرخ هكذا على نشارة الخشب. طبعا أغلب الطيور تقوم بإزالة نشارة الخشب من العش الخاص بها. طيور الباجي أو الكروان تقوم بإزالتها أو تنظيفها أو التخلص منها أو رميها بالخارج. وفي الأيام الأولى من الفقس يجب تغيير هذه النشارة ووضع جديدة لتجنب حدوث الكساح لدى الفراخ أو نموها بشكل غير مستقيم لا سمح الله. بسم الله. هكذا نكون قد تجنبنا الكساح إن شاء الله. ويجب دعم الأنثى بالكالسيوم سواء كان بيض مسلوق أو عظم حبار أو الكالسيوم في المشربية. لتفعل هذه الأمور يمكنك تجنب مرض الكساح إن شاء الله. إذا فعلت كل هذه الأمور وحدث لديك كساح فهذا قد يكون بسبب ناتج تزاوج أخوة مع بعضهم. وأي سؤال أو استفسار اتركوه لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.